الله نصيحي يجعلك أحب يشرب السجارة وهواه في هذه السجارة. حتى الناس وإن كان عندهم معاصي ترى فيهم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم وأهلا بكم في هذه القاعة، قاعة المحاضرات والندوات، ولله الحمد يعني نشكر جهاز الإرشاد والتوجيه الحرس الوطني على هذه الاستضافة الطيبة الجميلة، وكذلك على هذه السلسلة من المحاضرات للمشايخ وطلاب العلم والدعاء. أما أنا فمثل ما المقدم جزاه الله خير قال شيخ، أنا أخوكم سلطان الدغيلبي يعني، وتعرفوني لاني بشيخ ولا بداعية، كنت أفحط عند أستاذ الملك فهد، فالحمد لله على الهداية. ولكن الدين أحبتي في الله لمن صدق، ليس لمن الدين لمن صدق ليس لمن سبق، ويحق لأي واحد منا أو بيننا أن يكون في يوم الأيام هو الداعية وهو المتكلم وهو الذي ينصح وهو الذي يوجه. بل والله فيها الآن علماء وقضاة ودعاء ما زالوا في المقاهي وعلى الأرصفة وتحت الأنقاض. وسبحان الله هذا الدين عظيم، والله أحبتي بالله دين عظيم. عمر لما أسلم، وقيلت المقولة المشهورة لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، أسلم عمر وكان رقمه 40، فطار عمر فصار ثاني رجل في الدولة والأمة الإسلامية. فلا عجب ولا ضير ولا غرابة، يستطيع أي واحد منكم في يوم الأيام أن يكون هو الداعية وهو الناصح وهو الموجه، لأن هذا الدين ليس بالحسب ولا بالنسب. هذا الدين معياره هو التقوى عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصى الله ولو كان حرا قرشيا. بلال عبد حبشي اعتقه الصديق في الفردوس الأعلى في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أسمع دفن عليك بين يدي في الجنة. وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف العرب من قريش من بني هاشم، سمي أبو لهب لحمرة في وجنتيه، شخصية مزيون حمر عطر، مع ذلك سيصلى نارا ذات لهب ما انفعته. إذن أحبتي بالله فعلا هذا الدين عظيم، وفعلا إن في حاجة إلى أن نحمل هم هذا الدين، ونحن أبناء فطرة، وما من مولود إلا ولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فطرة الله التي فطر الخلق عليها. إذن نحتاج فعلا أن نحرك هذا الخير وهذه الفطرة الموجودة، وشبابنا والأمة الإسلامية بخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالغيث ما يدرى خيرها في أول أو في آخرة، البركة ما ندري في المطر هي في أول مطر ولا في آخرة. إذن هذه الأمة مبروكة وهذه أمة خيرية، والله عز وجل أكرمنا أن جعلنا آخر الأمم وخير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن وإياكم من أمة محمد، أمة الدعوة، أمة الرسالة، كلما اندثر الدين أرسل الله عز وجل وبعث نبي وأرسل رسول ليحيي هذا الدين. ولكن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا هو آخر الأنبياء والرسل، وهذه الأمة هي أمة الدعوة، تتحمل وتعمل وظائف الأنبياء والرسل، والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 114 أو 124 الذين ماتوا ودفنوا في الجزيرة العربية هم 10,000. أين البقية؟ في مشارق الأرض ومغاربها يدعون إلى لا إله إلا الله، وشبابنا اليوم فيهم خير. وسبحان الله لا تتعجب، يعني أحد الشباب وكان مشهور بالأغاني معروف، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، كان يحفظ القصيدة إذا كان يغني، هو فنان قبل هدايته، تعرفونه يعني أبو عكش معروف عندكم، كان قبل أن يغني الأغنية كان يقراها مرة واحدة ويحفظ القصيدة من مرة واحدة. حتى أنا من الناس اللي حوله أقول له تكفى لا تفشلنا، ترى في تسجيل يعني لا تلخبط، خلي القصيدة مفتوحة. فيتحداني ويقلب القصيدة ويتحدى أن يخطي في القصيدة، أعطاه الله قوة الحافظة والذاكرة، وهذا الحفظ كان مستغله في الأغاني. لما هداه الله عز وجل حافظ القرآن في 4 أشهر، لا لأن الشيخ بعد قال اجلس راجع، ولا كان يحفظه في شهرين، حتى صار كل ما أعطوه كتاب حفظه، خطأ أنهم يعطوني كتاب ولا شيء خطر عليه. فخلال سنة يحفظ متون في العقيدة ويصبح إمام وخطيب جامع، اللي يجي الساعة 10 يصلي في الشمس في البرة. قبل سنة كان عكش على الأرصفة وفي الدوار ثمامة يعزف، واليوم إمام وخطيب جامع يحفظ القرآن ومتون العقيدة، ويلبس بشت من أفخم البشوت ويقبل على رأسه ويقول حي الله الشيخ، ويستاهل لأن الشيخ وكفو. إذن سبحان الله هذا الدين عظيم يا شيخ، لا تقول فلان هذا ما الله بهديه وفلان هذا ما فيه،
بالعكس سبحان الله، حنا الآن نحمل المسؤولية لكم يا شباب. اليوم أنتم مسؤولين عن الدين، الدين مسؤولية الجميع. والشباب حتى وإن كان فيهم ما كان من المعاصي والذنوب والتقصير، لكن والله فيهم خير. أبو عكش قال لي مرة كلمة، قال يا سلطان أي مكان عصينا الله عز وجل فيه لازم نروح نذكر الله عز وجل فيه. تعجبت من كلامه، يقول أي محل عصينا الله عز وجل فيه لازم نروح نذكر الله عز وجل فيه. يقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، يقول ابن عباس أي تشهد على كل عبد وأمة ماذا صنع على ظهرها. فهذه الأرض وهذه البقاع بتتكلم. فبديت أنا وياه نروح استراحة عند الفحص، والروح الطعس في شارع الموت خابرين عارفين شو مسوي فيه، القوارير مدفن هناك، والروح لبيت فلان وملحق فلان والشاليه الفلاني والمكان الفلاني. حتى يوم من الأيام طرى علي مكان وبعيد يعني في جدة، فقلت أباخذ بوصية خالد وأروح أذكر الله عز وجل فيه. هذا المكان مكان معزول يعني مطوع، ما في أمل يطبه، ممنوع ممنوع عاد يطبه. يا الله، وصلت عند البوابة وسلمت على الأمن اللي هناك وقالوا إيش عندك؟ قلت والله ودي أدخل. قالوا تدخل؟ لا مستحيل. وش تبغى؟ قلت أدخل. نابلوا انصدموا، أول مرة مطوع يجي ممنوع أحد يدخله. قال لا مستحيل، ده ممنوع ممنوع آسفين. قلت يا الربع بدخل ما فيها شيء، أنا دخلت أول ليه ما دخل العين؟ قالوا لا. فسبحان الله ذكرت واحد من ذكرت الأولين، حتى الناس وإن كان عندهم معاصي ترى فيهم خير وينفعون يحبون الخير. ما حد منا يرضى أن يسب الله ولا يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسبون الصحابة، ما حد يرضى أن يسب الدين. في ناس على عربدة وعلى خمر وعلى عربدة، لكن مع ذلك إذا جاب واحد كلمة قال احترم نفسك كلش ولا أهل الدين، احترم نفسك كلش ولا الدين، لا تستهزئ بالسنة. أقول ولا كلمة على شحب سبحان الله، مع أنه فيه من المعصية وقاعد يمكن يشرب خمر، لكن مع ذلك ما يرضى أن يسب الله ولا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا دين الله عز وجل. وهذه الفطرة. إذا شبابنا فيهم خير. اتصلت على العربجي اللي في الشريه جوه، قلت ابو فلان معك فلان، ما رحب خاشمك طيب الله يحفظك، ودي انك تدخلني. قال يا اخوي دخلناك اول وانت ذكرتي، يعني ما ندخلك الحين وانت مطوع. قلت هذا اللي بي، الله يبيض وجهك. جاء الرجال ودخلني جوه، لان ما يدخل الشريه الا واحد ساكن جوه. دخلت وصلت الى القاعة، وكانت قاعة طبعا في الهواء الطلق، وكان الحضور يعني حضور كثير 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 مرة مرة، ومختلطين رجال ونساء وعربدة واللي معه بطلة والله المستعان. وصلت عندهم وكان عندهم الحبيب راعي البيالات، قعدت تعرض